خلونا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي أبرزها التقرير اللي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واللي بيوضح تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في الخدمات التعهيد، وكمان تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر تريليميا للطاقة العالمي لعام 2022، ده غير إعلان وزارة الداخلية بأن مبادرة كلنا واحد مستمرة في توفر وتوفير كل السلع للمواطنين بتخفيض يصل ل 60%. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نشر إنفوجراف جديد بيستعرض تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في خدمات التعهيد. الإنفوجراف بيوضح إنه مصر وقعت مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها في مصر خلال الفترة اللي جاية. الاتفاقيات دي بتسهم في توفير أكتر من 34 ألف فرصة عمل، وكمان هتساهم بنحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية سنوياً. امبارح أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن مؤشر تريليما للطاقة العالمي الصادر عن مجلس الطاقة العالمي عام 2022 أظهر تقدم ترتيب مصر 3 مراكز في عام 2022 لتحصل على المركز 51 من بين 127 دولة مسجلة 60.8 نقطة، مقارنة بالمركز 54 من بين 128 دولة عام 2021. امبارح برضه نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال الثمان سنين اللي فاتوا، وضعتها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية اللي بتصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة المنوفية بكافة أجهزتها التنفيذية. تضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، وكمان نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة اللي بتشهدها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة. امبارح أكدت وزارة الداخلية إن مبادرة كلنا واحد بتوفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 60%. كمان منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مستمرة في إعداد عبوات بتحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل ل 50% من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وشوادر بالميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة لقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام، وده هيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعي لوزارة الداخلية. في جولة المحافظات معانا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، زي تدشين مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس بمحافظة الغربية، ومنها أيضا تنفيذ 116 مشروع بمختلف القطاعات في القرى سألتا بسوهاج، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها افتتاح منفذين لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في مركز صملوط بالمنيا. أخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أكد فيها المحافظ اللواء محمد الشريف سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دنا والمحروسة اللي بتعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وقال المحافظ إنه إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 90% بإجمالي تكلفة تقدر ب 60,574,000 جنيه. في الغربية تم إطلاق فعاليات مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، وده بالتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.
في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى مركز سقلتها، واللي بلغ عددها 116 مشروع بمختلف القطاعات موزعة على 14 قرية و96 نجع وتابع. في مطروح أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة الانتهاء من حفر وتنفيذ 80 بئر لخدمة 800 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 2,400,000 جنيه. في القليوبية تم إطلاق فعاليات ملتقى المسرح المدرسي الأول اللي بيعقد تحت عنوان الرؤية المستقبلية للمسرح المدرسي وقضايا المجتمع. في أسوان سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 5,000 جنيه وأجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس بالتعاون مع مبادرة الناس لبعضهم، وده استمراراً لجهود المساهمات الخيرية لرفع الأعباء عن كاهل الشباب والأسر غير القادرة. في بني سويف أكدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنه تم الانتهاء وتسليم 7 مدارس بإجمالي 87 فصل وبتكلفة 32,768,000 جنيه، وده خلال الفترة من أول يوليو ولحد نوفمبر من العام الجاري. في الأقصر نظم المركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة فعاليات كرنفال اليوم العالمي للتطوع بكورنيش النيل أمام معبد الأقصر وميدان صلاح الدين، وتم استقبال عدد كبير من المتبرعين بالدم خلال الفعاليات. في المنيا افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صملوط بالتعاون مع إدارة التموين منفذ لبيع الرز بالإدارة الزراعية بصملوط سعر الكيلو 15 جنيه، ومنفذ كمان لبيع اللحوم الطازجة سعر الكيلو 130 جنيه، وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة. في المنوفية تفقد المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال إنشاء مجمع المواقف النموذجي بمدينة أشمون والمقام على مساحة 3 أفدنة وبسعة 231 سيارة بتكلفة ما يقرب من 16 مليون جنيه، ومن المقرر إنهاء المشروع نهاية ديسمبر الجاري. الموقف هيضم 18 محل وأربع ورش وغرفة للأمن والإدارة.